استاذ احمد جوهر، رئيس مجلس اداره نادي المريخ. استاذ احمد اهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ هاني، وتحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج، اهلا وان شاء وسهلا، الله كده تكون حلقه يعني تعجب الجمهور يا رب ان ان شاء شاء الله. الله منورنا اولا. والسؤال الاساسي، يعني حاسس بايه وانت بتشوف اللاعب اللي بدأ في نادي المريخ وكرمته قبل كده بسبب مستواه وهو طفل في الصورة زي ما عرضنا، دلوقتي افضل لاعب في افريقيا على مستوى المرحلة السنية دي؟ والله خليني اقول لحضرتك حاجه يا حسين، هو يعني مبدئيا انا متفاجئ، يعني انا المداخله لما طلبت مني انا فكرت ان حضرتك، بس انت غاوي مفاجآت، يعني فكرت ان المداخله هتكون بخصوص دوري القسم الثاني وشكله الجديد والجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، فانا مجهز تفكيري للشارع ده. ففوجئت ان الكلام على ابراهيم عادل. انا طبعا هو لاعب بيراميدز، وانا مش من حقي ان انا اتكلم على ابراهيم عادل، بس انا هرد عليك من خلال ان ابراهيم اخ صغير ليا. ابراهيم عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا سمعت المداخله كامله او سمعت كلام حضرتك عليه فنيا. اللي انا عايز اقوله لك ان ابراهيم عادل اخلاقيا يستاهل اكتر من كده بكتير جدا. شاب محترم جدا، حقيقي. ولد متربي متواضع وراضي دايما بكل حاجه. انا عرفت ابراهيم عادل سنه 2012، تمام. كنت انا ساعتها لاعب في نادي المريخ ولسه مبطل كوره، ايوه. ودخلت بيتي اللي هو نادي المريخ، اللي انا يعني الحمد لله واحد من الناس اللي فيه بقالي كتير. فدخلت اتفرجت على مباراه بين فريق 2001 اللي هو ابراهيم عادل فرقته، ايوه وبين فرقه 2000. ايوه ففوجئت بعرض مسرحي لولد صغير التيشيرت نازل تحت ركبته، لابس رقم 10. والله انا بقول لك ده حصل فعلا. ايوه اجبرني وانا كنت يعني كابتن النادي وقت في الوقت دوت، ان انا امشي اكتر من 200 خطوه، وانا عمري في حياتي بقولها على الهوا ما قلت ان انا عايز اتصور مع حد. اجبرني، لقيت طفل صغير قلت له انا عايز اتصور مع النجم ده. الله على صورت الجمال. معاه، والله ده حصل، هو ممكن لو طلع يقول لك كده. صورت معاه، ولما لفت الايام وربنا اراد ان انا اكون رئيس النادي في يوم من الايام، ايوه كان من اوائل الحاجات ان انا كلمت الكابتن سيد ابو الحمد اللي هو المدرب بتاعه، قلت ايوه لهم كان في عندنا ولد لاعب انا شفت اسمه كذا كذا كذا. قال لي اه ده، وجينا وكرمناه. ابراهيم كان نجم من صغره، لاعب هايل مؤدب، وبعدين انضم لمنتخب مصر وهو عنده 16 سنه. ايوه فلما انضم لمنتخب مصر وعنده 16 سنه كان مفاجاه، كانت مفاجاه لينا كلنا. ايوه كان يعني راح وانضم وراح المعسكر، وكان معاه ساعتها ابراهيم جور اللي هو عضو مجلس اداره اللي هو اخويا، ايوه وبدات العروض تنحل على ابراهيم عادل. فجه عرض من النادي الاسيوطي. ايه العروض اللي جت غير الاسيوطي عشان نتكلم عن الاسيوطي لوحده لا يعني؟ جانا، بص انا مش عايز اذكر انديه، لان لو ذكرت الانديه دلوقتي هسبب لهم مشاكل مع مجالس ادارتهم. اللي هو انتوا ضيعتوا ازاي الموهبه دي؟ الله ينور عليك. طب ما انا تقول لنا هسيبك واحد او اتنين منهم. لا بلاش بلاش، المجالس اتغيرت، ما تقلقش، ده من 9 سنين. ما هو بلاش اعفيني من السؤال بالله عليك، لان في السؤال ده انديه مش قمه؟ في انديه، يعني انديه شعبيه وانديه جماهيريه كبيره جدا. وخد بالك المصري يعني حاول او ما حاولش، اتعرضوا ورفضوا. يعني خلينا نقول ان يعني انت بص برضه انت مش سهل. انا عارف طبعا متابع النادي المصري، طبعا كان في فرصه لحاجه زي كده، وكان المصري عرض مبلغ ممكن يكون اصغر شويه، تمام. وانا مصراوي ووالدي مصري، احنا في بورسعيد كلنا ما حدش بيشجع حد غير النادي المصري، ايوه عشان برضه يكون كلنا منطق، واتمنى له التوفيق ان شاء الله في مباراه الكاس القادم. بس اللي حصل ان ممكن يكون ايه، يعني كان في شويه تفكير، ونادي الاسيوطي كان فعلا جريء جدا في التفاوض. انا طلبت مبلغ كبير، كان ساعتها هو 16 سنه، وطلبنا 1,200,000. تمام، لقيتهم ومش بس بيدفعوا كده، عادي. لا مش عادي، لا هو كان التفاوض صعب برضه للامانه، بس هم كانوا عارفين قيمه الولد ايوه للامانه، يعني هم كانوا عارفين قيمه ابراهيم، وانا كنت عارف قيمه ابراهيم، لذلك ما ترددتش ابدا ان انا انزل بالسعر او اقلل، بل بالعكس فوق ال1,200,000 خدنا امتيازات اخرى. رحنا مثلا كان في معسكرات في قريه الاسيوطي، تمام. وحصل نادي المريخ على مهمات لعب فوق الصفقه يعني، فكان في امتيازات اخرى في الصفقه، ومن ضمنها ان كان في يعني بند يتيح للمريخ الحصول على 20% ايوه في حاله اعارته او بيعه لاي مظبوط نادي، مظبوط. يعني حتى الاعاره كمان، حتى البيع، حتى كل حاجه. وفعلا لاجل الحظ، عشان ابراهيم ولد جميل، واهله اللي انا بهنيهم وبتمنى لهم التوفيق، اهل ابراهيم كمان ناس طيبين وناس محترمين جدا. ساعتها المستشار تركي آل الشيخ فجاه اشترى نادي الاسيوطي. مظبوط، سبحان الله، هي بتبقى دايما الحياه توفيق. فالراجل يعني مشى كل الناس اللي الاسيوطي اتعاقد معاهم، كان ابراهيم صغير في السن، بدا ابراهيم يكون موجود. برضه بحيي المسؤولين في بيراميدز على انهم صبروا رغم الصفقات الكبيره جدا، صح. الصفقات العالميه اللي اوروها،
بس كانوا مؤمنين بابراهيم عادل. وده بيدل على ان برضو الناس في بيراميدز ناس محترمين جدا. محمد عادل صديق كان معايا هنا من فتره من اشهر يعني. تمام. وقال لي انه سيف الاسيوطي قال له دول عايزين 1,200,000. قال له بقول لك ادفعهم ومالكش دعوه. قال له ده 1,200,000. قال له ادفعهم ومالكش دعوه. طالما ذكرت اسماء الشيء بشيء يذكر، محمد عادل كان موجود، وكان المستشار نهاد حجاج. وكان المستشار نهاد حجاج كان ساعتها المستشار القانوني الاسيوطي، وعلى فكره على مسؤوليته الشخصيه وانا بقول على الهواء قال للراجل ادفع. ايوه. بس برضه هو لقاني متمسك جدا فالبيع احلو شويه. البيع احلو شويه. وانا والله كان على عيني ان انا ببيع ابراهيم، بس ابراهيم كان المفاجاه ان ابراهيم لما راح هناك ابراهيم عنده اصرار. ايوه. ابراهيم عنده جلد. محترم، مصلي، مؤدب. فانا بقول ايه ان هو لما راح المفاجاه بقى ان كان جاله عروض زي ما حضرتك ذكرت فعلا، وانا قاعد على خط النار بتابع ان هو يتباع. ما كانش بيتباع، بس ما فيش بايدي حاجه. هو اللاعب نادي في نادي بيراميدز هم احرار فعلا، وانا بقول كده على الهواء. نادي بيراميدز حر جدا التصرف في ابراهيم. ايوه. من صميم حقه. وانا مش المفروض ان انا كنت اعمل المداخله دي. انا والله لا، عادي عادي، احنا بنتكلم يعني عن رئيس نادي السابق. بس وده ما محجورش على نادي بيراميدز لا خالص. وبعدين ده كان 2.5 في يناير، دلوقتي ما شاء الله ممكن يوصلوا ل3 ولا 4 ولا 5. عد ما تقلقش. انا عارفه ثاني. انا والله العظيم انا هم احرار، حتى لو ما باعوش خالص ابراهيم هم احرار. انا اللي انا بتمنى منهم حاجه واحده بس. اتفضل. انا مشجع لابراهيم عادل بغض النظر عن انه ابن نادي الملك. تمام. انا محب لابراهيم. انا اللي اتمنى ان يحصل زي ما بيحصل في اوروبا، يسالوا ابراهيم النهارده. احنا شفنا مبابي هو مش عايز يقعد في باريس سان جيرمان، هيمشي خلاص. عايز اسال ابراهيم، ابراهيم انت عايز تروح نادي ايه؟ العرض الكويس ليك انت كلاعب بكره عشان بكره تبقى كويس ايه؟ انا اتمنى اشوف ابراهيم محمد صلاح جديد. انا ما بصش للقيمه الماديه. بيراميدز او المريخ هيكسبوا من ابراهيم، لا لا خالص. انا نفسي يتم اجتماع مع ابراهيم، وانا اثق في الاستاذ ممدوح عيد، واثق في الاستاذ عمرو بسيون، واثق في الناس في بيراميدز في الامارات ان هم هيتواصلوا مع ابراهيم ويوصلوا ويختاروا له انسب اختيار. احنا كنادي المريخ والله ما بنزيد غير ان احنا بنتمنى لابراهيم التوفيق. ابراهيم كمان هفاجئك في فترات الراحه بيجي يتفرج على ماتشات نادي المريخ. الله. لانه عنده اصل وعنده عنده حاجات حلوه جدا جدا جدا. طب من خلال معرفتك بالطفل وقتها ابراهيم عادل، واكيد متابعتك لتطور اللاعب، شايف انه يقدر يعيش في اوروبا، يقدر يواجه صعوبات طبيعيه بيعيشها الواحد لما بيروح بره بلده في قاره اخرى مع ناس بطبائع مختلفه؟ بص طبعا الاجابه الطبيعيه ان انا لازم اقول لك اكيد يقدروا. الكلام اللي انت عارفه ده بس انا منطقي جدا. ابراهيم عادل لما انا من المريخ يعني تنازل عنه لفرقه الاسيوطي، احنا في بورسعيد بلدنا شويه حلوه يعني، تحب تعيش في بورسعيد بلد جميله جواها حلو وشعبها ناس جميله. لما هتروح تعيش شويه في الصعيد كان الموضوع ممكن يبقى ايه في صعوبه شويه على ابراهيم. بس المفاجاه ان ابراهيم تاقلم. وكمان النادي لما اتباع كان في خضه، ده في نجوم كبيره جدا. كينو البرازيلي، وفي كان مش عارف ايه. ابراهيم تاقلم. فمعرفتي بشخصيه ابراهيم، معرفتي بيه عنده قدره على التاقلم، عنده الاول حاجه ثقه في الله ثم ثقه في نفسه ونعم بالله. ابراهيم كان رايح البطوله دي وانا بعلن ان هو الصديق والصدوق هو ابراهيم جوهر اخويا يعني. فكان ابراهيم جوهر بيقول لي ابراهيم اخويا ان ابراهيم رايح عايز ياخد البطوله وان شاء الله يكون احسن لاعب في البطوله. ممتاز. فاللاعب لما يكون عنده العقليه دي ان انا رايح اجيب بطوله لبلدي من المغرب واروح وفعلا وصل للنهائي وكان قاب قوسين او ادنى، فتطمن عليه لما يروح اوروبا. صح. انه هيكون حد كويس جدا. طب ابراهيم جوهر ما قالكش ابراهيم عادل عايز يروح فين من العروض اللي جايه دي؟ لا والله انا 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 بقى بعمل ايه؟ انا عملت حاجه حلوه جدا. انا عشان نبعد عنه العين والله ما اتفرجت على البطوله غير على الماتش النهائي والله بجد يعني. عمل ماتش كبير امبارح، كان طبعاً كان قايم بالجبهه الشمال دي لغايه ما خرج ما شاء الله عليه. بص هو في ثقه بين يعني ابراهيم عادل وابراهيم جوهر، والانسب ابراهيم عادل كمان لما ان شاء الله كده تستضيفه في يوم من الايام ان شاء الله هتعجب بعقليته. مفهوم. وبطريقه تفكيره. ايوه. وبيسمع الكلام يعني لما مثلا ما يكون غلطان في حاجه ابراهيم انت اخطات في دي يقول حاضر انا اسف. ممتاز. فدي حاجه كويسه جدا انه مش من اللعيبه بتوع اليومين دول اللي بيكابر وانه دايما حاسس بنفسه. لا لا هو ولد. انا بقول لكم على سيبكم المستوى الفني والله الثاني انسان شخص تحب تقعد معاه وانسان تحب تسمع ممتاز. منه ممتاز. واتمنى له
كل التوفيق، وان شاء الله يكون عندنا محمد صلاح جديد ان شاء الله باذن الله. قبل الختام بقى، بما انك اتفاجئت من زمايلي قبل المداخله بس ان السبب عن ابراهيم عادل، رغم انك كنت حاسس ان احنا ممكن نتكلم عن الدرجه الثانيه، فمعك الميكروفون، تحب تقول ايه عن الدرجه الثانيه؟ لا هو طبعا اكيد انت متابع للي بيحصل في الاتحاد، وفي موضوع تطبيق دوري المحترفين من عدمه واقامه جمعيه عموميه غير عاديه. لا الاتحاد في حركه، في حراك شديد جدا، وبكره في اجتماع تقريبا مع الاستاذ خالد الدرندلي مع عدد كبير جدا من رؤساء الانديه. النهارده الاتحاد اخطر الانديه ببطوله جديده، مش عارف الجواب ليه، دوري المحترفين رسميا. لا مش بس دوري المحترفين، اللي هو القسم الاول والقسم والالف وب القسم الثاني الف وب. هو اخترنا باقامه دوري المحترفين وقسم المجموعات تحت، لغى التقسيم الجغرافي، حط يعني الانديه الجماهيريه في مجموعه لوحدها. فالموضوع ما بين يعني كبير جدا ما بين موعد وعرض، والمفروض يتفرض له وقت كبير جدا، لان ده حديث الساعه اللي جاي. اكتر من حاجه و50 نادي جماهيري ونادي شعبي هيكونوا في مجموعات وحاجات زي كده. انا شخصيا اللي هو على مستوى القسم الثالث، على مستوى القسم الثاني، الثاني القسم الثاني والثاني اصبح الف وب. القسم الثاني ايوه مظبوط، الثاني بقى الف وب، بقى الف وب. فالالف وب دول، ب دي اتقسم الانديه الجماهيريه كلها ثلاث مجموعات. بقت في مجموعه، في مجموعتين للانديه الجماهيريه. وده لاول مره بتحصل في مصر حفظا على الانديه الجماهيريه. اول قرار انا شايفه مش وحش، قرار كويس عشان يحمي الانديه الجماهيريه شويه. انما انا بدعو اتحاد الكوره ان يكون في جمعيه عموميه غير عاديه. تمام. نقعد نسمع من بعض، نسمع من الانديه. الاتحاد جيب بتوافق كبير جدا من الانديه، مش ما يمنع ابدا ان يكون في اجتماع يلم اعضاء المجلس. وانا شايف ان في حاجات كتير جدا في اللائحه لازم تتغير. تمام. انا شايف كده. انا بشكرك جدا استاذ احمد، او كابتن احمد جوهر، رئيس مجلس اداره نادي المريخ، نورتنا وشرفتنا. ابراهيم هي